أتمنى أن يكون عندي فلوس وجواهر وأشتري كل شيء وأكون أغنى شخص في المدينة، وكمان أشتري كتير بيوت وأشتري كل البدلات. الله آيس كريم، لكن للأسف ما يمديني أني أشتري لأنه ما عندي فلوس. يا الله، الحين كيف بدي أعبر الطريق؟ هناك في امرأة عجوز، لازمني أروح أساعدها. شكرا لك لانك ساعدتيني، لكن ليش كنتي تبكين؟ ليش انت مو سعيدة؟ كنت ابكي لاني فقيرة وما عندي فلوس عشان اشتري الاشياء اللي ابيها. هنيك في باركور، اذا فزتي فيه راح تحصلين على كنز كبير، وذاك الكنز فيه كتير فلوس وجواهر، روحي العبي فيه. كنز وباركور؟ يلا شكرا لك مرة، يلا كتير فرحانة، الحين بروح ألعب فيه. شكرا لك كتير، يلا ماني مصدقة. العفو، لكن احذري لأن الباركور كبير جدا ولا أحد قدر إنه يفوز فيه. هاي، وأخيرا الحين بروح ألعب في الباركور وأفوز فيه وأحصل على الكنز، لكن العجوز تقول إن الباركور كتير صعب. يلا عادي، الحين بفوز فيه. الحين أنا وصلت للجزيرة اللي قالت عنها العجوز وهي اللي فيها الباركور. خليني أبحث عن الباركور، وين هي ترى؟ هذا هو الباركور، هذا هو اللي قالت عنه العجوز. يا الله، أنا كتير متوترة، بس يلا عادي، إن شاء الله إني أفوز رح أحصل على أكبر كنز وأصير أغنى شخص في المدينة. يلا خلني أدخل. هذا هو الباركور؟ يا الله شو هذا؟ هذا مرة كبير، ما توقعت أبدا إنه بيكون كذا. يلا معقول هذا الباركور فيه كنز؟ يلا عادي بلعب وإن شاء الله إني أفوز، بس الباركور كتير كبير، هذا أكبر باركور شفته. يلا خليني أبدأ ألعب، يلا بسم الله إن شاء الله إني أفوز. خلصت أصعب جزء من الباركور، يلا خلني أكمل. هنا في أبواب بتنفتح وتنغلق، لازم أروح أعبرها بسرعة. واو، المكان كتير حلو، يلا خلني أكمل. هنا في مصعد، لازمني إني أصعد فوقه. كمان هنا في باب، لازمني إني أعبره. يا قربت للنهاية، خليني أمشي بسرعة. يلا ياي، وأخيرا خلصت الباركور. يا الله ماني مصدقة، بس فين الصندوق؟ هنا في بوابة، خليني أعبرها. هذا هو الصندوق، يلا خليني أروح له بسرعة. يلا ماني مصدقة، يلا خليني أروح. واو، هذا هو الصندوق اللي خليني أفتحه. يلا 3 2 1 يلا. أوه ماي جاد، واو، هنا في كتير جواهر. يا الله ماني مصدقة، الحين بصير أغنى شخص المدينة، راح أشتري كتير بدلات وأشتري البيوت اللي نفسي فيها. يا الله ماني مصدقة، شكرا كتير لتلك العجوز. يا الله خليني أخذ الفلوس والحين خليني أروح أشتري كل شيء. ياي، وأخيرا صرت أغنى شخص في المدينة واشتريت أغنى البيوت وكمان اشتريت كل البدلات. هاي، هذا أحلى يوم في حياتي. الله، هنيك آيس كريم، خليني أروح أشتريه، كان نفسي فيه مرة. الحين بشتري أغلى نوع وكمان أحلى نوع، يلا خليني أشتريه. أوكي، الحين بشتريه، بشتري هذا. واو، يلا خلني أجلس وأكله. هاي، الحين صرت
أغنى شخص المدينة، كما صار عندي كتير فلوس وجواهر ما نصدقه أبداً. هاي hey.